مساء الخير يا شباب، طلبة الفرقة الرابعة تجارة انجليش. اتكلمنا في البورت الاولاني من شابتر 4 اللي هو الماركتبل سيكيورتيز، واتكلمنا عن الماركتبل سيكيورتيز that will be kept for custody، واتكلمنا عن الكوبون كولكشن. تمام، هنتكلم دلوقتي عن جزء اللي هو marketable securities as a guarantee for a bank loan. يعني ببساطة هعمل إيداع للmarketable securities واخد بضمانها قرض. في الجزء دي احنا هنتكلم على two points. ايه؟ ان لو انا already عميل بنك وعادي باخد قرض بضمان الاسهم بتاعتي، او ان انا اوريدي عميل شركة سمسرة وهاخد قرض اشتغل بيه في البورصة، تمام؟ ده قرض عادي وعليه الفوائد بتاعته. احنا هنتكلم دلوقتي على لو انا هعمل ايداع للماركتبل سيكيورتيز از جارانتي فور بانك لون. حلو. طيب يعني اوريدي البنك عشان يديني الماركتبل سيكيورتيز لازم تكون عنده. طيب عنده، فاحنا قلنا المرة اللي فاتت ايه ماركتبل سيكيورتي فور كاستدي؟ ماركتبل سيكيورتي فور كاستدي كاستمر. لما اروح اعمل اقول للبنك ادي تعليمات يا جماعه انا عايز اخد قرض، يبقى اوتوماتيك البنك هيعمل كلوز للكاستدي. ليه؟ لان الماركتبل سيكيورتيز مش هتبقى فور كاستدي، هتبقى ايه؟ فور جارانتي. فهنقول نلغي الماركتبل سيكيورتي فور كاستدي ونفتح ماركتبل سيكيورتيز از ا جارانتي فور بنك لون. ماركتبل سيكيورتي فور جارانتي، ماركتبل سيكيورتي فور جارانتي كاستمر، وفي الكريدت عشان liability علينا لحد ما الراجل يدفع لنا الفلوس. هناخد بقى منه ال سوري هنعمله ايداع للقرض بتاعه. سوري عايز ياخد مثلا 50% 70% من القيمة ولون عادي، نقول لون او debit current account وكاش، ننزل له كاش. طيب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هنحمله بالفوائد والسيرفيس تشارج. فهنقول debit current account، credit interest، credit service revenue، ودول revenue بالنسبة للبنك. جي دفع الفلوس اللي عليه كاش ونقلل debit current account ونسلمه ونلغي marketable security for guarantee. ليه؟ لان هو دفع. طيب هتقول لي فرضا ما دفعش. فرضا ما دفعش، يبقى هنضطر ان احنا نبيع الاسهم. نبيع الاسهم ده في حالة ان هو ايه؟ if the customer didn't pay. يبقى في حالة ان هو دفع خلاص ما دفعش. طيب الماركتبل سيكيورتي عندي، هنقوم بعتينها للبروكر. فهنقول ايه؟ ماركتبل سيكيورتي فور سيل بروكر، لان هي بقت مع البروكر. ماركتبل سيكيورتيز فور سيل. طيب باع البروكر وخد الكوميشن بتاعته، هناخد من حساب البروكر، يبقى كريدت كارنت اكاونت، ونسدد الكارت debit current account. تمام، والفرق نحطهم في حساب الجاري بتاع العميل credit current account، انه هو اكيد طبعا حاطط marketable securities بقيم اعلى من اللون اللي هو واخده لو في اي service charge او حاجة البنك خدها. يبقى كده هنعمل ايه؟ هنكنسل بقى الايه الكونترا account اللي هو marketable securities for سيل، ماركتبل سيكيورتيز فور سيل، لان هي ما بقتش مع البروكر خلاص بروكر. ونكنسل كمان ماركتبل سيكيورتيز فور جارانتي كاستمر، ماركتبل سيكيورتيز فور جارانتي. ليه؟ لان خلاص ولا هي موجوده كقائد ضمانه ولا هي موجوده مع البروكر بعينها. يبقى ده في حاله ان الكاستمر هياخد لون from the bank guaranteed by marketable securities. طيب في الاكزامبل ده هنزله لكم دلوقتي assignment اهو
على الجروب هتحلوه. الموضوع سهل جدا، مفيش فيه اي مشكلة. اوقات كتيرة البنوك، وده اكزامبل تاني برضو في حالة ان احنا هنبيع السكيورتيز، او اكزامبل تو، اوقات كتير البنوك ممكن تتداول زيها زي شركات التداول اللي في البورصة. طيب فهنتكلم عن جزئية تالتة، وهي ان البنك هيشتري لي marketable securities. طبعا related للpoints دي يعني مواضيع كتيرة هنتكلم عنها وهنعمل عنها زي research كده، اللي هو قلنا التداول وأمين الحفظ والبنك يبقى شغال يعني، ودور طبعا الفاينانشال انستتيوشنز از ميديم اوف اكسشينج او كوسيط ما بين الفاينانشال ماركتس او السبلاير والديماندرز اوف فاندز. كل الكلام ده هنتكلم عنه، وعايزين نشوف بقى علاقه الاكاونتنج بالقصص دي كلها. تمام. لان من السنه اللي فاتت وزاره الماليه اجبرت البنوك على تطبيق المعيار بتاع IFRS 9 اللي هو محاسبة الأدوات المالية. يلا المهم نرجع لموضوعنا purchase of marketable securities. لما بيجي العميل يقول اشتروا لي أسهم، أو أي حد من بره مش شرط عميل هيعمل إيداع كاش، بنفتح حساب temporary مؤقت علشان الإيداع اسمه purchase order of marketable securities، وبيبقى الكريدت أنه هو liability على البنك، يا إما نشتري للعميل الأسهم يا إما نرد له الإيه الفلوس. ده حساب مؤقت لحد ما نعمله ونتمم له عملية الإيه الشراء. فعندي عميل جه أودع 60,000 أو خدنا من حسابه 60,000، ده حساب شراء أسهم، فبنقول credit current account ده لو كان عميل، ولحساب purchase of marketable securities في credit لحد ما نشتري له ونرجع له ونقفل الحساب ده او نرجعه ايه نرجع له الباقي. لو كان ما كانش عميل للبنك فبناخد منه ايه كاش. طيب اشترينا، فاللي بينفذ لنا الاوردر ده مين؟ بروكر، شركة سمسارة مثلا. فبنيجي نقول هنا الكوست عن marketable securities اللي اشتريناها النومينال فاليو او بار فاليو، ده مالناش دعوه بيه، احنا قلنا القيمه الاسميه دي اللي بنحفظ بيها الاسهم، بس مش هي اللي ايه يعني القيمه الاسميه للسهم، انتوا عارفين طبعا الكلام ده. طيب البروكر هياخد عموله 2700، طبعا دي ارقام عاليه جدا، احنا اتفقنا العموله بتبقى في الالف، يجي يقول لك 3 في الالف فهتضرب 3، تمام 3 في الالف يعني 3 لكل 1000 هم 50,000، يبقى 3 في 50 بكام؟ تمام كده 1500 جنيه او اهي البروكر كوميشن، والبنك هياخد سيرفيس تشارج وبنك كوميشن. طيب يبقى الاوردر ده واقف على الراجل 50 و3000، واقف على الراجل ب 53، يبقى حساب البيرتشيس اوردر هيقل ب 53,000، وهو كان اودع 60، يبقى هو كده ليه كام؟ لي 7,000. طيب هنقول purchase order 53، وبعدين current account broker هنعود على البروكر التكلفة بتاعت الأسهم زائد العمولة بتاعته، يبقى التكلفة واقفة على الراجل ده ب 52,700، وإحنا كبنك هناخد service charge commission بتاعتنا. نرجع له 7,000، يبقى نكنسل الأوردر، هنقول purchase of marketable securities ب 7,000، ونحط له الفلوس في حسابه الجاري او هنرجعها له كاش. يبقى هنا ايه purchase of marketable securities order، وال 7,000 هيبقوا ايه credit current account. طيب اشترى السكيورتيز اللي هي ب 52,700،
قيمة اسمها نوع من الفاليو 40، قال لنا شيلوا هيدي فور كاستدي، فبنضطر نفتح له ماركت ويل سكيورتي فور كاستدي، ماركت ويل سكيورتي فور كاستدي كاستم. What if the bank purchased marketable securities for another bank or portfolio؟ يبقى في الحالة دي البنوك مش هيبقى في عمولات ما بينهم وبين بعض، ده بيشتري من ده وده بيشتري من ده. في الحالة دي لو أنا اشتريت for another correspondent بنقول credit account حسابه هيقل وندي للبروكر ايه اللي اشتري له على طول، انا مش هناخد منه commission ولا service charge ككorrespondent. لو البنك اشترى marketable securities لنفسه، البنك هيستثمر فلوسه في الأوراق المالية، يبقى ايه اللي هيتم او ايه اللي هيختلف؟ ولا اي حاجة هتختلف، هنسجل marketable securities بالكوست برضو، بس هنسجل asset بقى، هنسجل ايه asset، اسم الاسيت ايه؟ portfolio of marketable securities، ونودع الحساب او الفلوس بتاعت الشراء ده في الحساب بتاع البروكر، يبقى portfolio of marketable securities current a credit current account for the broker. طيب portfolio of marketable securities انا هفكركم بيها اللي هي يا اما هت invest in that or invest in equity، سواء بقى held to maturity available for sale او بال IFRS trading or non trading. الكلام اللي انتوا اخدتوه في corporation فاحنا مش هن مش هنتعمق في الكلام ده لان مطالبين بيه طبقا للمعايير لما هنتكلم عنها دلوقتي كبروجكت. هنزل لكم ده example 3 هتحلوه تمام، والدكتور محمد شعبان برضو هيحلو معاكم، وهنزل لكم example 4 على الموضوع ده. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي في ايه؟ في نقطتين. ايه هما؟ اتكلمنا في نقطة ان marketable securities as a guarantee for bank loan، واتكلمنا في نقطة ان احنا هنعمل purchase كبنك تمام. اخر جزئية في الشابتر دي بتتكلم على السيل اوف marketable securities مع الكليرينج سيستم، دي هقولها لكم ان شاء الله المرة اللي جاي تمام. هنزل لكم المحاضرة دي على الجروب حالا، ودكتور محمد شعبان هيحل معاكم المسائل، وانا هطلع لكم لايف نتكلم مع بعض شوية عن تفاصيل مثلا البروجكت او الشغل اللي انتوا عملتوه. اشوفكم على خير ان شاء الله.